يقولون مال العبد بد عن المقسوم. وأنا أقول صح ويقنع العبد مقسوم. عسى الله يعين اللي توافد عليها هموم وهموم تخلي طبلة الراس منجومة. ترى والله أنه ما يكدر عليك النوم سوى كلمة من بعض الأصحاب مسمومة. إلا جت من الغالين ولا الرخوم رخوم ولا محق من الغالي اللي شانة علوم. أضعاف الروابع تبتلش والقروم تشوم ولا هيب لا شامة من الشيم مليومة ولا زين من القاع الخلا والوجيه سلوم ولا رفقت مع طول الأيام ملغوم ولا لذ من عشرة شريف من أقصى يقوم يباديك فعل الطيب معناه وسلومه ولا شفت في جو الصداقة غبش وغيوم عطيت الدروب اللي مع الأرض مرسوم ولا مثل عز النفس لو ما معك مطعوم وعن أهل الشماتة خلى الأسرار مكتومة معي لو سمحت شوي عقب عداك اللوم بعطيك عن بعض الرياجيل معلومة ترى اللاش لو وقف معك في حياته يوم تشوف الردى متبين فيه من يوم وأنا أقول لو في وجيه الرخوم وسوم عرفنا مميز قيمة النذل بوسوم علشان نجلس مع رجال الوفاء ونقوم ونبعد من اللي عند الأجواد مذمومة هنسمع مع أهل التجربة فالحياة علوم بعضها صحيح وبعض الأخبار موهومة يقولون وكر الحر ما يعتليه البوم أنا شوف عيني وكر حر انت حقوم.